بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي، معكم المعلمة أمجاد الشهري من معاهد وبرامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية التأهيلية، الصف الدراسي ثالث تأهيلي، الفصل الدراسي الثاني، المادة التربية الفنية. عنوان درسنا لهذا اليوم إثراءات. المجال المستهدف الفني، المجال المساند، الحركة الدقيق. قوانين درسنا لهذا اليوم: أولاً، أجهز كراستي وأدواتي التي أحتاجها. ثانياً، أستمع إلى الدرس بتركيز. ثالثاً، أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص. طيب طلابي، اليوم بإذن الله سوف نقوم بمراجعة ما أخذناه في فصلنا الدراسي الثاني. أولاً، تعرفنا على رسم المنظر الطبيعي. يكون برسم ماذا؟ برسم أشكال من الطبيعة. ذكرنا الرسمة من الطبيعة تكون عبارة عن جبال وأشجار وزهور، وأيضا سماء مشرقة أو غائمة أو ممطرة، وأيضا أشكال من الطبيعة مثل الشمس والقمر، بالإضافة إلى الأنهار والورود. مثلا لدينا هنا هذه الرسمة من الطبيعة، نشاهد هنا أشكال الطبيعة في هذه الرسمة. لدينا هنا هذا النهر، بالإضافة إلى هذا الشلال، بالإضافة إلى هذه الأشجار باللون الأخضر، بالإضافة إلى هذه الصخور، بالإضافة إلى هذه الزهور الصغيرة، بالإضافة إلى السماء الصافية والغيوم. إذن هنا لدينا رسمة منظر طبيعي. طيب طلابي، ذكرنا من أشكال الطبيعة الشمس، بالإضافة إلى الأشجار، ولدينا هنا زخات المطر، بالإضافة إلى أشجار مزهرة، بالإضافة إلى غيمة ممطرة، بالإضافة إلى مجرى النهر مثل ما نشاهد هنا. الآن سوف نقوم برسم منظر طبيعي على هذه اللوحة من أشكال الطبيعة الموجودة لدينا هنا. مثلا نضع هنا رسمة شجرة، وهنا لدينا رسمة شمس في الأعلى، وهنا لدينا رسمة أيضا شجرة، ولدينا هنا في الوسط اللي هو مجرى النهر، فأصبح لدينا رسمة منظر طبيعي من أشكال الطبيعة. إذن أشكال الطبيعة الموجودة لدينا هنا في هذا المنظر الطبيعي: الأشجار، بالإضافة إلى النهر، بالإضافة إلى الشمس المشرقة. طيب طلابي، أخذنا أيضا أدوات رسم المنظر الطبيعي. ذكرنا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج قلم رصاص، بالإضافة إلى كراسة، بالإضافة إلى ألوان خشبية، أو نستطيع استخدام أي ألوان متواجدة لدينا في المنزل أو في المدرسة. إذن أدوات رسم المنظر الطبيعي: كراسة وقلم رصاص، بالإضافة إلى الألوان. أيضا طلابي، تعرفنا على أسلوب الفن التكعيبي، وذكرنا أسلوب الفن التكعيبي هو فن ماذا؟ نستطيع استخدام فيه أشكال هندسية لتصبح لدينا الصورة وكأنها مكسورة. مثلا لدينا هنا تطبيق اللي هو لرسم أسلوب الفن التكعيبي. هنا لدينا رسمة شجرة، ولدينا هنا رسمة منزل. ثم نقوم برسم الخطوط مثل ما نشاهد هنا خطوط، لتصبح لدينا الرسمة وكأنها مكسورة. ثم نستخدم أربعة ألوان في الفن التكعيبي لملء الفراغ. مثلا لدينا هنا الجزء الأول باللون الوردي، وهنا الجزء الثاني باللون الأخضر، وهنا الجزء الثالث باللون الأصفر، ولدينا هنا الجزء الرابع باللون البني. طيب طلابي، الآن لدينا تطبيق عملي للرسم بأسلوب الفن التكعيبي. لدينا هنا الكراسة، ولدينا هنا أقلام أو ألوان للتحديد، لدينا هنا ألوان الباستيل الطبشوري، ولدينا هنا صمغ لامع للتزيين، بالإضافة إلى المسطرة وقلم الرصاص. مثلا سوف نقوم برسم شجرة. لدينا هنا هذه الشجرة الأولى، وهنا لدينا شجرة ثانية تكون أصغر. إذن هنا رسمنا شجرة كبيرة وشجرة
صغيرة. الآن سوف نقوم برسم منزل صغير بجانب الأشجار. بهذه الطريقة لدينا هنا النافذة لهذا المنزل، ولدينا هنا الباب. الآن سوف نقوم بتحويل هذه الرسمة لأسلوب الفن التكعيبي. بماذا؟ برسم الخطوط. مثلا نرسم هنا الخط الأول، وهنا لدينا الخط الثاني، وهنا لدينا الخط الثالث. فأصبحت لدينا هنا الرسمة مرسومة بأسلوب الفن التكعيبي. أيضا سوف نقوم بالتحديد على حدود القلم الرصاص اللي رسمناها سابقا. إذا هنا قمنا بالتحديد، هنا أيضا نقوم بتحديد أجزاء المنزل. وهنا لدينا النافذة الأولى، وهنا الثانية، وهنا الثالثة. إذا لدينا هنا أصبح لدينا رسمة بأسلوب الفن التكعيبي. الآن سوف نختار أربع ألوان. مثلا لدينا هنا اللون السماوي والأصفر والبرتقالي بالإضافة إلى الوردي، ونقوم بملء أجزاء الفراغ. مثلا لدينا هنا نملأ الفراغ باللون السماوي، وهنا باللون الأصفر، ولدينا هنا باللون البرتقالي، إذن هنا لدينا باللون البرتقالي، وهنا باللون الوردي. وأيضا لدينا هنا الجزء هذا سوف يكون باللون الوردي. إذا هنا سوف نقوم بدمج الألوان، ألوان الباستيل. دمجنا الألوان اللي هي أربع ألوان في أسلوب الفن التكعيبي، تكون الألوان اختيارية. طبعا نستطيع مثلا إضافة تحديد على الرسمة مثلا بهذه الطريقة باستخدام الصمغ اللامع. وهنا أيضا، وأيضا هنا يكون على الخطوط. وهنا أصبح لدينا لوحة باستخدام ماذا؟ باستخدام أسلوب الفن التكعيبي. إذا نشاهدها هنا مع المعلمة. إذا إلى هنا طلابي وطالباتي انتهت أنشطة درسنا لهذا اليوم. توصياتنا لأولياء الأمور التركيز على رفع مستوى الدافعية بالإضافة إلى المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حولنا. انتهى درسنا لهذا اليوم. كنت أنا معكم معلمتكم جاد الشهري. أراكم بإذن الله في الدرس القادم. مع السلامة.